قبل موتي أوصيكم وصية الأخيرة بحياتي، كتاب الله وهل بيتي قضية، إذا حان مماتي كتاب الله وهل بيتي قضية، إذا حان مماتي إلى العالم نداء من المدينة، أخير حجاية يحجيها نبينا، ترى الدنيا بحر لا مو أمينة، وكتاب الله وهل بيتي السفينة. أهدي قناة المهد الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية، وهذه المرة مع موكب عزاء أهالي كربلاء يعزي ويواسي الإمام علي بن أبي طالب والإمام الحجة المنتظر بذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ها هي الجموع الطاهرة تتقدم إلى ضريح أمير المؤمنين لتقديم المواساة والعزاء بنداء كعبة الأحرار تصرخ يا محمد. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية، ومعنا من المعزين باستشهاد الرسول الأكرم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لكم الأجر بهذا المصاب، مصاب سيدي ومولاي النبي محمد سلام الله عليه. اليوم جاءوا أبناء كربلاء المقدسة إلى تعزية أمير المؤمنين بهذه المصاب، وأبناء النجف وخدمة الحسين في النجف الأشرف يستقبلون مواكب أهالي كربلاء جميعاً والموكب الرئيسي المركزي إلى أهالي كربلاء في ضيافة أمير المؤمنين جميعاً. أحسنت. الله عزك مولاي، الله يحفظك. موكب أهالي كربلاء ماذا يقول؟ بعد هي كربلاء ما أعتقد واحد يداغي عليها ويسوي، فإحنا أبناء النجف الأشرف في خدمة الحسين من كربلاء المقدس. والنعم. الله عزك مولاي، الله يزيد شرفك مولاي، الله يحفظك مولاي. ان شاء الله القبول والعوده ان شاء الله. اسال الله القبول للجميع، واكيد اكو قبول، ما كل ما طول اكو نجاح وتسديد. آمين. من الله. آمين. في هذه الليله المباركه ان شاء الله لكل التشيع في خدمتهم ابناء النجف وخدمه الحسين في النجف الاشرف. احسنت. الله عزك مولاي. حياك الله. هذه قناه المهد الفضائيه، مستمرين معكم في هذه التغطيه من موكب اهالي كربلاء المقدسه، ومعنا خادم من خدمه ال البيت. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعظم شعار الله فأنها من تقوى القلوب. نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل، وهو استشهاد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، واليوم استشهاده. وهذا الموكب موكب أهالي كربلاء كالعادة منذ الأزل، إحنا نجي إلى النجف الأشرف بهيك ليلة نقيم العزاء. بارك الله بكم وبجهدكم، وهذه الفضائية مالتكم دائما فضائية الهدى، مو تمام عمي؟ المهدي على راسي. دائما احنا نشكركم لانكم متابعين الشعيرة الحسينية، وجزاكم الله الف خير، واجركم على محمد وآل محمد. الله بارك الله على محمد وآل محمد. علي الأول، علي الأفضل مكانه، علي الأول، علي الأفضل مكانه. رواديد لو مو رواديد، علي رسوله أعظم كلمة من ضمن الوصايا، الباري اختار من بعدي بعناية، درب الحق علي ودرب الهداية الصراط. مشاهدي قناة المهد الفضائية، من موكب أهالي كربلاء، ومعنا خادم من خدمة آل البيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك وبالقناة. نعز صاحب العصر والزمان وما رجعنا العظام، ونعز الأمة الإسلامية وبالأخص المذهب الجعفري. إحنا مذهب جعفر الصادق، خلي العالم الإسلامي كله خلي عايننا يعاين إحنا الجعفرية. هذا إمامنا،
الإمام علي سلام الله عليه، هذا قسيم الجنة والنار، إن شاء الله ملعوفة دنيا وآخرة منا للأزل، من يوم اللي انولد إلى ما يظهر المهدي عجل الله فرجه. ونحن أهالي كربلاء وهذا موكب عزاء لأهالي كربلاء في هذا اليوم بمناسبة استشهاد الرسول صلى الله عليه وآله ابن عم رسول، وجايين نعزي الإمام علي باستشهاد ابن عمه رسول الله، وإحنا خدام أهل كربلاء الطينة والتراب لأبو الحسنين، وإن شاء الله ثابتة عندكم وعدنا. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حج علي التميمي محافظة كربلاء. أهلا كلها لأبيك يا حبيبي، ونشكر قناة المهدي على تحت هذه الفرصة لتعرفة العالم، إن شاء الله تنقل هذه العالم، إن شاء الله كل ما تنحذركم تنقل حتى العالم الإسلامي يشوفه، ونريد العالم الإسلامي بأن يخطو خطوة المذهب الجعفري. هذا مذهب إيمان الإمام علي بن أبي طالب، منين يطب وأبو حسين باب الجنة؟ العبرة من يم عمي. يلا شكراً شكراً شكراً. أعزائي مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم مع موكب أهالي كربلاء، ومعنا خادم من خدمة آل البيت. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. ها كربلاء جاءت إلى الإمام علي في هذه المناسبة، ليلة وفاة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نعزي إمام الحجة. وجاءوا أهالي كربلاء شبا وشابا وشبابا وكافة أهالي كربلاء يعزون إمام الحجة في هذه الليلة، وإن شاء الله دوم على هذا البرنامج، وإن شاء الله كل سنة وكل عام موجودين وفي خدمة الشعائر الحسينية. عبت الأحرار تصرخ يا محمد، حمي طبعي ودمي يجري كربلاء. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم من موكب عزاء أهالي كربلاء المقدسة، ومعنا أحد المعزين باستشهاد الرسول الأكرم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد إبراهيم عبد الأمير باب السلالمة، جئنا من كربلاء نعزي أمير المؤمنين باستشهاد أخيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه المناسبة نحب أن نوجه كلمتنا إلى جميع المسلمين والمؤمنين بالالتزام في قواعد الإيمان والمبادئ اللي تعلمناها من أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. وشكرا. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، مستمرين معكم وموكب عزاء أهالي كربلاء، ومعنا أحد المعزين باستشهاد الرسول الأعظم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم وأجورنا، ونعزي العالم الإسلامي وعلى رأسهم سيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، نعزيه بمصاب جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن الآن في موكب عزاء أهالي كربلاء، جينا نعزي أمير المؤمنين باستشهاد ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ما أتممت مواساة الحسين الآن؟ إيه، بعد ما انتهت مواساة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، أيابا جينا نعزي أمير المؤمنين. موفقين إن شاء الله، ونسأل الله أن التوفيق والصحة والعافية، وينصر علماءنا وينصر الدين. اللهم عجل لوليك الفرج،
والسلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. وهذا موكب عزاء أهالي كربلاء. أحسن، موفقين إن شاء الله. الله يخليك. مشاهدي قناة المهد الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من موكب عزاء أهالي كربلاء، ومعنا أحد المعزين باستشهاد الرسول الأعظم. السلام عليكم سماحة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعزي الإمام صاحب العصر والزمان من المراجع العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات بهذه الذكرى المؤلمة، لا هي وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قد دأبت كربلاء وهي الأولى في هذه المسائل أنه دائما تحضر في جميع عزاء لأهل البيت سلام الله عليه. وقد لاحظتم زيارة الأربعين وكيف كانت المواكب في زيارة الأربعين، وهي الآن كربلاء بجميع مشايخها وساداتها تحضر عند أمير المؤمنين سلام الله عليه لتعزي بوفاة سيد مولاي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أتممتم زيارة الأربعين ومواساة الحسين، تتجهون لمواساة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نتجه لمواساة رسول الله صلوات الله وسلام عليه، باعتبار هي هذه الليلة، هذه الليلة هي ليلة وفاة رسول الله صلوات الله وسلام عليه. والمعزى في هذا اليوم هو أمير المؤمنين سلام، باعتبار أخي رسول الله، والمعزى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وقت أنه هذه المواكب تتوجه وين؟ إلى القاسم لعزاء بمناسبة وفاة السيد مولى علي بن مسر رضي سلام الله عليه. نسأل الله القبول والثبات إن شاء الله. أسأل الله لجميع المؤمنات الستر والعافية إن شاء الله، والدوام على خدمة محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل الله. محمد حياك الله. الله يحييك، الله يحفظك إن شاء الله، وفقكم الله لكل خير لخدمة سيد الشهداء أبي عبد الله سلام الله عليه. الموكب مو؟ مشاهدي قناة المهد الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من موكب عزاء أهالي كربلاء، ومعنا أحد المعزين باستشهاد الرسول الأعظم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعزي صاحب الأمر والزمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بهذا المصاب الأليم، استشهاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موكب عزاء أهالي كربلاء ماذا يقول؟ موكب أهالي عزاء كربلاء المقدسة يقول: لبيك يا رسول الله، لبيك يا أمير المؤمنين. وفي هذه اللحظات ينطلق موكب أهالي كربلاء بكافة أطرافه وأصنافه وبيوتاته وصغاره وكباره وشيوخه وشبابه، معزيا أمير المؤمنين بهذا المصاب الجلل. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله القبول سيدنا. منا ومنكم إن شاء الله والعودة، وأن يثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. قبل الدمع علي ينزف يتعب، راح طير بالسماء يبكي المصاب، إذا راح تتحنى الشمس من دم خضابه، إذا راح طير بالسماء يبكي المصاب، إذا تتحنى الشمس من دم خضابه، وتبقى بلا علي باكر رعيتي لما تنقلب ساعة منيتي، تبقى بلا علي باكر رعيتي. مشاهدي قناة المهد الفضائية، مستمرين معكم في هذه التغطية من موكب عزاء أهالي كربلاء المقدسة، ومعنا أحد المعزين باستشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام عليكم. تاج راسي وعليكم السلام. نعزي العالم الإسلامي وراجعنا العظام وإمامنا صاحب العصر والزمان باستشهاد مولانا وإمام وسيدنا ومنقذنا نبي الرحمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى بيته الطيبين الطاهرين في هذه الليالي. ونسأل من الله أن يتقبل منا ومنكم فاضل الأعمال بحق محمد وآل محمد. أحسن، أحسن الله عليكم. أنا ما أرد أطيل عليكم، والله يوفقكم إن شاء الله قناة الإمام المهدي وأنتم السباقين بهذا العمل الطيب. تقول لأبو إبراهيم لما انفارقت روحي علي هاجت الأملاك
السبعة بنوح وهاج عليه العريش والقلم واللوحة وما ظل قلب ما داب بمصابة تصيح أم الحسن بدمع جاري يا بويا ظل على فرقك أنا دمعي جاري يا ابو ابراهيم يا رحمة الباري عقب عيناك هذا الكون ما ينطال. أحسن الله عليكم. أحسن الله علينا وإليكم ونسأل من الله القبول بحق محمد وآل محمد. رحم الله والديكم. الله يعزكم. ممنون حبيب. الله يعزكم. رحم الله. مشاهدي قناة المهدي الفضائية، هذه التغطية مستمرة معكم، ابقوا معنا. مشاهدي قناة المهدي الفضائية مستمرين معكم في هذه التغطية وجموع المعزين بذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام عليكم. السلام ورحمة الله حبيبي. عظم الله أجورنا وأجوركم. لنا وليكم الأجر إن شاء الله. شو تحب توجه كلمة عزاء للعالم بذكرى استشهاد الرسول الأكرم؟ وكلمة أن الإمام النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسالة كبيرة كلها كبيرة، مثل ما كانوا يقولون مشاية الأربعين من النهر من البحر إلى النهر، فهذه أيضا حالها حال النهر إلى البحر. ماذا تعلمتم من الرسول الأكرم؟ تتعلموا كل شيء تعلمنا من عنده، ماكو شيء ما تعلمنا، يعني السلام تتعلمته من عنده، أبسط ما شيء هو بالكون هو السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الله يعزك والله يديك. أشكرك. الله العودة إن شاء الله. أشكرك حبيبي الجميع إن شاء الله حبيبي. الله يحفظك. رزيتي لأمة القلب ساعة وصيت هلا وعلم وياي علم يلا صيح هلا وياي فاطمة علي الحسن الحسين بعد كعبة الأحرار تصرخ يا محمد بهذه الكلمات عزوا وواسوا موكب عزاء أهالي كربلاء الإمام الحجة وأمير المؤمنين بذكرى استشهاد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم نسأل الله أن يتقبل منهم ومنا هذا القليل وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد.